اللي كانت تلقى مع مستثمرين اجانب مستثمرين في المغرب. وعلى سبيل المثال ما غاديش نطول، الى حطوا سيمنس غاميسا الالمانيين اللي كيصوبوا داك الفرفرات دوك لي زيولين كيصوبوهم في طنجه، عندهم معمل في طنجه، خذوا 600 ديال المهندسين مغاربه صيفطوهم لسكاندينافي ب 600، دار لهم واحد التكوين ديال 6 شهور، رجعوا للمغرب وبداو تيصوبوا المعمل. في 4 شهور المعمل بدا كيشتغل. جيت حضرت مع الرئيس للتدشين ديال المعمل، قال لي الله يخليك عندي واحد الكلمه بغيت نقولها لك قبل التدشين. انا بغيت نعلن اننا غادي نحلوا عندهم هاد لوزين الاولى على 11 هكتار في طنجه حدا الميناء ديال طنجيميد. قال لي الله يخليك راه غادي نعلن اننا غادي نحلوا معمل اخر ديال 11 هكتار حتى هو. قلت له شكرا تبارك الله عليكم. قال لي بلاتي سلك، غادي نحل هاد المعمل على الكفاءات ديال هاد المهندسين المغاربه. بغيت وغادي تسمحوا لي دقيقه نعطيكم التوضيح علاش. انا قلت له بغيت نفهم، قال لي نفسر لك. هاد 600 المهندسين صيفطناهم داروا التكوين جاو خدموا المعمل ديالنا ديال طنجه. في ذاك الوقت كنا كنحلوا المعمل ديالنا في بريطانيا، حاولنا 8 شهور ما بغاش يديماري لهم المعمل. خذوا 40 ديال المهندسين من المغرب داوهم لبريطانيا وهما اللي خدموا المعمل ديال بريطانيا. انا اللي بغيت نشارك معكم وهو هاد المغاربه الشباب ديالنا، هاد المهندسين، هاد المغاربه ديالنا اللي عايشين في الخارج، سفراء صاحب الجلاله الحقيقيين، تنزلوا مع السفراء اللي كاينين، هادو هما اللي هزين الدرابو ديال المغرب. ماشي غير الوزراء، ماشي غير السفراء. ملي هاد السيد هذا كيقول لي ماشي عليك، علاش غادي ندير انا هاد المعمل الثاني، غادي نديرو على المغاربه الحقيقيين، هادو اللي كيشتغلوا في هذا المستوى. بغيت نقول لكم صاحب الجلاله عنده الحق انه يكون فخور، يكون فخور بالمغاربه.